السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم متابعينا الكرام عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. إذن متابعينا الكرام، إليكم هذه النشرية الجوية التحذيرية من هبوب رياح قوية قد تؤدي إلى تطاير لبعض الرمال وزوابع رملية قوية، وهذا بداية من ليلة اليوم بعد منتصف ليلة اليوم الخميس الخامس أو الرابع من شهر أجوان 2020 إلى غاية صبيحة الجمعة الخامس من شهر أجوان. إذن متابعينا الكرام، المناطق والولايات المعنية، مناطق الصاورة ولاية بشار وصولا إلى مناطق الأغواط والجلفة ولاية المسيلة، مناطق ولاية غردايا ومناطق وادي سوف ولاية بسكرة وبعض من المناطق من الهضاب العليا. إذن سرعة هذه الرياح كأقصى حد متابعينا الكرام قد تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة، خاصة على مناطق شمال الصحراء والواحات. إذن نرجو أخذ كل الحيطة والحذر، خاصة لمستعملي الطريق، لأن الرؤية قد تكون ضعيفة نسبيا نتيجة لتطاير للرمال. إذن إن شاء الله كل الخير، نتمنى للجميع كل الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.